ما حكم شراء تذاكر السفر والإقامة مع بالفنادق وكذا إلى آخره مع أخذ عمولة دون علم من حجز له؟ فهل عليه إثم؟ القيام بالحجز وكالة، والوكالة يجوز فيها الأجر، لكن أيضا تجوز تبرعا، فلو سكت لكنت من المتبرعين. لازم تنص أنا هعمل لكم العملية دي وهاخد أجري كذا، سكت خلاص يبقى تبرع، يبقى إذن أجر الوكالة عند السكوت تبرع، الوكالة يصح فيها الأجر، إنما سكتنا ما اتكلمناش يبقى تبرع على طول.